وبركاته. اليوم راح نتكلم عن موضوع هو اسئله طرحته خصوصا، وهو موضوع واجبات مساعد التخدير. في الحقيقه واجبات مساعد التخدير تعتمد بالاساس على النظام الصحي المتبع في المؤسسه اللي يعمل فيها، سواء في هذه الدوله او في هذا المكان او في هذه المنطقه بخصوص شنو النظام الصحي اللي يعتمد عليه، وعلى ضوء تحدد واجبات ومسؤوليات مساعد التخدير، بالاضافه الى المستوى التعليم والتدريب اللي يتلقاه مساعد التخدير، على ضوء راح تبنى ما هي المسؤوليات وواجبات والسكيلز اللي يقدر يتلقاها مساعد التخدير حتى يؤدي واجباته. اذا ما هي واجبات مساعد التخدير؟ نبدا نتكلم اجمالا عن كل المسؤوليات والاعمال التي يقدر يؤديها مساعد المخدر. اولا، النقطه الاولى والمهمه بعمل مساعد المخدر هو checking of the operating room. لازم يجي مساعد المخدر راح يتأكد من وجود عربة التخدير وارتباطها بالأكسجين والميديكال اير، كذلك المونيتر، وأنه المونيتر operating، كذلك بقية الأمور الموجودة داخل صالة العمليات. أيضا أحيانا تكون أكو تيوبز أو كيبلز أو غيرها موجودة في طريق انتقال المساعد المخدر أو طريق انتقال طبيب التخدير أثناء العملية الجراحية، قد يعوق وصوله إلى مكان المريض بصورة صحيحة وبصورة سهلة. هذه أيضا لازم يتأكد من عندها مساعد المخدر، يتأكد أنه المكان آمن وممكن العمل به عن طريق عدم وجود أي مشاكل أخرى لداخل صالة العمليات. أيضا هذا الشيء يضمن checking of the anesthetic machine it's operating normally and it's connected to the oxygen supply. تأكد من عنده medical air. أيضا monitor operating normally and there's everything is ready for the operation. النقطة الثانية هو track and maintain the inventory supply، واللي يقصد به انه يتاكد من وجود كل التجهيزات بصوره كامله، من ادويه، من تيوبز، من لارنجسكوب، وكل المعدات الاخرى اللي تتضمن الدراجز اوف امرجنسي، انسترومنتس فور امرجنسي، فور ديفيكولت انتوبيشن، فور سي بي ار، اند ايفريثينج از ريدي اند بريبيرد اند اتس مينتين فور سبلاي. يعني لازم يحافظ على المواد الموجوده ويتاكد انه هذه المواد موجود وفرة من عندها تكفي لإجراء العملية. النقطة الثالثة يتضمن أخذ الهيستوري من المريض اللي راح يخضع للعملية، يتضمن الميديكال هيستوري، سيرجيكال هيستوري، وأيضا هيستوري أوف كرنت أوبريشن. المعلومات لازم تكون كاملة وملم بها، ولازم يعرف شلون يبدي أخذ الهيستوري، بالإضافة إلى دو ذا إكزامينيشن فور ذا بيشنت إف نيد أند ريفيو أوف ذا لابراتوري تيستس أند ذا أذر تيست ذات دون فور ذيس بيشنت. يقدر يعرف انه شلون يقرا الانفستيجيشن الموجوده، تشيست اكس راي، اي سي جي وغيرها، ويتاكد انه كل الامور سليمه والمريض مستعد وجاهز للعمليه. النقطه الرابعه مونيتورنج اوف ذا بيشنت دورينج ذا اوبريشن، وهذه النقطه كلش مهمه ومن مسؤوليه مساعد المخدر، لازم يعرف شلون يراقب المريض اثناء العمليه الجراحيه. وهذا يتضمن كلينيكال مونيتورنج، مو بس المونيتورنج الموجود على شاشه المونيتور، وانما يعرف كلينيكالي شنو اللي راح يصير عند المريض في حال وجود اي تغيرات. بالاضافه الى ذلك يتضمن عمله مراقبه المريض بعد العمليه واثناء الريكفري. النقطه الاخرى هو كير اوف ذا بيشنت، كل مساعد مخدر لما يبدا يستلم المريض لازم تكون مسؤوليته كير اوف ذا بيشنت، وهذا الشيء يتضمن كالمينج وتهدئه المريض اثناء العمليه وتحضيره لاجراء العمليه اللي قد تكون مخيفه او شعور بالالم مسبق للمريض نتيجه التفكير بالعمليه. فهذا من مسؤوليه المخدر انه شلون يحترم المريض وشلون يقدر يخلي المريض هادئ وجاهز للعمليه بافضل وضع ممكن. النقطه الاخرى هو solve of the problems and make decision، في حال وجود اي اختلال في وضع المريض كلينيكالي او اذا بيض عندنا على المونيتر، هنا مسؤوليه المساعد المخدر انه يعرف شنو المشكله اللي صارت ويعرف انه يتخذ ديسيجن شنو اللي يسويه كخطوه اضافيه بين ما يعني يوصل الطبيب التخدير او توصل المساعده من مساعد مخدر اخر. لكن هنا يتضمن عمله اتخاذ القرار الصحيح في الموقف اللي راح يمر به مساعد المخدر. النقطه الاخرى وهي من النقاط المهمه، مساعد المخدر should be ready and stand by if any invasive maneuver needed، مثلا during the CPR أو any other complication. لازم يكون مساعد المخدر جاهز وعلى انتباه كامل لأي مشكلة تصير والخطوات اللي لازم يتبعها بحذافيرها أثناء عمليات الإنعاش وresuscitation. أيضا هناك بعض السكيلز اللي لازم كل مساعد مخدر
يعني يمتلكها، وهي اللي راح تقيم مستوى مساعد التخدير. وهذا الشيء يضمن النون انفيزيف وانفيزيف مانوفرز. نون انفيزيف اعداد المريض بصوره كامله للمونيتورينج، بيعرف شنو المطلوب منه كمونيتورينج فور ذا بيشنت قبل ما نبلش بالعمليه. وايضا سم انفيزيف مانوفر، لازم كل مساعد مخدر يعرف هاو تو انسيرت ذا كانولا ان كيس اوف ديفيكالت كانوليشن او غيرها. ايضا لازم يعرف هاو تو انسيرت اندوتراكيال تيوب. صحيح انه مو دائما مطلوب من عنده انه يكون هو الشخص اللي يؤدي هذه المهمه، لكن لازم يعرفها لانه في اي وقت احتمال راح تكون مطلوبه من عنده، او بعض المؤسسات والانظمه الصحيه تسمح له انه يؤدي هذا الشيء او يقدر يسويه. Endotracheal intubation, insertion of the NG tube, insertion of the Foley catheter, حتى insertion of the central venous line و arterial line. ولازم يعرف how to read أو and how to measure the invasive monitoring. شلون يعرف يقيس ال central venous pressure؟ شلون يعرف يقيس ال invasive blood pressure؟ لازم يعرف بالضبط شنو ال ECG changes اللي تصير عنده على المونيتر حتى يقدر يتخذ الإجراء الصحيح. أيضا من النقاط المهمة مسؤوليات المساعد المخدر انه العمل في وحده العنايه المركزه، دائما يعملون في وحده العنايه المركزه وهو جزء من متطلباتهم. ولازم يعرف شلون يسوي المونيتورنج فور ذا بيشنت، هاو تو ديل وذ ذا بيشنت ان انتنسيف كير يونت اللي هو عاده الكريتيكال بيشنت، شلون يقرا المونيتور، شلون يتعامل مع المونيتور، شلون يتعامل مع الامرجنسي ان اني تايم فور ذا بيشنت. وايضا هاو تو ديل وذ ذا مونيتورنج اند هاو تو انتربريت ذا مونيتورنج ان ذا انتنسيف كير يونت، اللي هذا يشمل الاي بي جي، يشمل الانفيزيف مونيتورنج وغيرها. هذه تقريبا معظم المسؤوليات اللي ممكن انه يقوم بها مساعد التخدير، لكن تعتمد قلنا مثل ما قلنا على النظام الصحي المتبع وعلى مستوى التدريب والتعليم اللي يتلقاه مساعد المخدر. شكرا جزيلا، ونشوفكم ان شاء الله في مقطع فيديو اخر.